أنا ونعرف شو هي قصة المثل. شكرا لوجودك معنا في هو وهن، وأهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. نعرف شو أصل بعض الأمثال وشو قصتها، هي قصة مثل بالنهاية. رح نعرف شو هالقصص هاي وهاي الأجوبة كلها مع دكتور رحاب الدين الهواري الناقد والكاتب الصحفي، صار معنا على الخط. يا مساء الخير يا دكتور. دوي خدر، ازي حضرتك؟ أنا كتير منيحة، شو أخبارك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، شكرا لوجودك معنا في هو وهن. أنا مبسوط بوجودي مع حضرتك ومعكم كلكم. أهلا وسهلا. يعني دكتور، زي ما أنا حكيت قبل شوي، كتير في أمثال شعبية إحنا منتداولها بناتنا من دون ما نعرف، خلينا نحكي شو أصلها وشو القصة من وراها. مثل مثلا خلينا نحكي أول القصيدة كفر، يعني شو يعني هذا المثل؟ احكي لنا قصته لهذا المثل. أول القصيدة كفر بيعود لأكثر من 1000 سنة، يعني مع بداية الدولة الفاطمية. وكان المعز لدين الله الفاطمي قبل تأسيس مصر هو كان الخليفة الرابع في الدولة الفاطمية. أوكي. وكان أول خليفة في ينزل مصر في الدولة الفاطمية. هو طبعا جاي من تونس، فبعت القائد بتاعه جوهر استقلي يبني له القصر بتاعه ويؤسس مدينة القاهرة. فبعد ما استقر المقام لجوهر استقلي، قال له ان انا عايز انزل بقى القاهرة اللي سمعت عنها، وهبقى خليفة المسلمين، ومش معقول مش هنزل القاهرة. فبنى له القصر الخاص بالمعز، وبدأ جمع كل تجار القاهرة وكل الأسماء المهمة في القاهرة، وحدد اجتماع مع الخليفة عشان يتعرف على المصريين أو كبار القوم في مصر. كان جايب معاه الشاعر ابن هاني الأندلسي. ابن هاني الأندلسي واحد من أهم الشعراء العرب، يمكن كان بيقال عليه متنبي الغرب، يعني المتنبي المعروف في الجزيرة العربية. كان ابن هاني الأندلسي المتنبي في المغرب العربي. فكان جايبه معاه، فطبعا في أول اجتماع له مع التجار ومع كبار القوم في مصر، وكأنه أراد أن يفرش لنفسه بلغة المصريين، عايز يقول للمصريين مين هو المعز لدين الله. فجايب معاه كثير من العطايا والهبات وصناديق المنح. فطبعا المصريين هم كمان بنوع من الذكاء المعروف، يعني عايزين يعرفوا مين المعز لدين الله. فواحد من اللي واقفين بيقول له علمنا أنك من نسل رسول الله، فمن أي الأنساب أنت؟ أنت من أنه بيت في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فعرف أن السؤال غرضه لئيم، مش يعني الخليفة من تونس اللي جابه لنسل رسول الله. فأشار إلى صناديق النذور وقال هذا حسبي، وأخرج سيفه وقال وهذا نسبي، يعني من يريد أن يأخذ منحي وعطاياي فليأخذها صامتا، ومن لا يريد السيف موجود. فطبعا ابن هاني الأندلسي لقى الموضوع احتد جدا، فحبي يهدي القعدة، فقال قصيدة بتبدأ بمطلعها بيقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. فطبعا المصريين أول ما سمعوا يعني ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، فواحد منهم قال أدينا ابتدينا أول القصيدة الكفر. من هنا جت من هنا بقى جيل المثل ده. طيب خليني اسال حضرتك يا دكتور رحاب، برضو في مثل تاني لما اتنين بيبقوا عاملين عمله كده وايه وبيقعدوا ايه يتنقروا مع بعض، يقولوا بقول لك ايه ده احنا دفنينه سوا، يعني ايه اصل برضو المثل ده؟ احنا دفنينه سوا غالبا بيقال فعلا زي ما حضرتك بتقولي، لما اتنين يكون ما بينهم سر ما يعرفوش غيرهم. والحدوتة تعود لاثنين من اثنين كانوا اصحاب، وكانوا اثنين اشقاء، وكان عندهم حمار هو تقريبا كل وسيلة رزقهم في الحياة، هو وسيلة المواصلات بتاعتهم واللي بيحملوا عليه كل اشيائهم. فكانوا مسمينه ابو الفضل لانه كان صاحب فضل عليهم. وكان على طول بيقطعوا بيه مسافات طويلة جدا، ففي واحدة من هذه المسافات ما بين قرية وأخرى، وكان مسافة في الصحراء، فمات الحمار من التعب، فقرروا يدفنوه وجلسوا بجواره يبكوا بكاء شديد وكأن عزيز لديهم مات، ومش عارفين يعملوا أي حاجة. فكل من يمر عليهم يسألهم في إيه، ما سر هذا البكاء؟ يقولوا لقد مات أبو الفضل. فظن الناس أن أبو الفضل هذا شيخ
أو رجل له مكانة كبيرة فبدأوا يعزوه، ثم بدأ يتكاثر الجماهير على هذا المكان واعتبروه مقام لشيخ اسمه أبو الفضل. ثم بدأت عملية التبرعات والنذور، يعني بدأ يبقى فيه تبرعات ليهم لأصحاب هذا الشيخ اللي هم الشقيقين. فبنوا خيمة، لما لقوا كثرة الزوار بنوا خيمة على المكان بتاع الحمار اللي دافنين فيه الحمار، ثم تحولت الخيمة إلى أوضة، ثم تحولت إلى منزل كبير، ثم زادت النذور، فأصبحوا الاثنين من الأغنياء. يمكن ثراء فاحش ما كانوش بيتوقعوا، وبقت شغلتهم انهم قاعدين في هذا المكان اللي عايز يفك السحر، اللي عايز يزوج العانس، يعني اصبح هذا المكان قبلة كل من يريد ان يزور الشيخ ابو الفضل لقضاء حاجته. بعد فترة من الفترات احد الاشقاء قال له انا عندي مصلحة ناحية اولادي، فانت خليك ولما ارجع بعد اسبوع نقتسم اللي انت جبته من الصندوق او التبرعات. فلما رجع اختلفوا في عملية الاسمة، فطبعا قال له انا شاكك فيك، لا انا اللي شاكك فيك. قال له والله انا هدعي الشيخ ابو الفضل يسقطك قرد. فقال له الشيخ ابو الفضل مين انت نسيت؟ ده احنا دفنينه سوا. حلو قوي صراحة، حلو القصص. طب دكتور بالنسبة للمثل اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، اللي احتاجوا البيت يحرم على الجامع، كانت في الفترة اللي كثرت فيها الضرائب على المصريين. فكان جامع الضرائب او هذا كان يسمى المحتكم في فترة الأسرة العلوية، فترة أسرة محمد علي، كان اسمه المحتكم. هذا المحتكم اللي كان بيلم الضرائب، فكان على طول كلما ضاقت الحال ويفرض ضرائب على المصريين، فكان الموضوع بيبقى فيه شيء من العناء، ان احنا السنة كلها نشتغل ونزرع الارض وفي الاخر مش قادرين حتى نحصل او ندفع الضرائب لهذا المحتكم. المحتكم كان اسمه جامع الضرائب، فالمصريين من كتر الضغوط عليهم كانوا شايفين ان ما يحتاجه المنزل يحرم على هذا الجامع. الجامع الرجل الذي يجمع الضرائب، مش المسجد، يعني الجامع هنا مش المسجد، يحرم على الجامع او المحتكم الذي يجمع الضرائب. فصارت مثلا ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع او المحتكم الذي يجمع الضرائب. بيتي اولى من الضرائب يعني. يعني فعلا دكتور رحاب، يعني موضوع الامثال يعني بحر واسع وعميق، فهذا جميل جدا ورائع انه شخص مثل حضرتك تتعمق فيه بهذه الطريقه، وبرضه